السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. واليوم اول فلوج تضخيم. مثل ما قلت الفلوج الاول راح يكون انفورماتيف، يعني اعطيك معلومات، ما راح يكون فيه اشياء كثيره، راح يكون فيه بس الاساسيات في فتره التضخيم اللي ان شاء الله راح ابداها واعلنت عنها في الفيديو السابق. فراح اخلي كل شيء بسيط، راح اخلي كل شيء سهل، والاشياء اللي راح اقولها يا جماعه هذه خاصه فيني انا، اعوذ بالله من كلمه انا، سواء كان الجرعات في الاكل، سواء كان في التمرين والى اخره. اللي حاب يجرب كيفه، لكن مو شرط النتائج اللي تجي عندي تجي عندك. فبالتالي هذا البرنامج اللي انا مسويه الى نفسي، فكونوا على الموعد. واول ما نسوي في الفلوج رايح اخذ اسبريسو دبل شات، لان عندي كارديو. فعلى بركه الله نبدا. ورايح كارديو الحين، وطبعا بالعاده اشرب بلاك كافي، لكن بما اني راح اسوي كارديو مطول شويه فاخذت دبل شات اسبريسو من، ما راح اقول عشان اصير دعايه، شفتوه اصلا. فبالعاده اخذ دبل شات في الويكند الايام اللي يكون فيها كارديو طويله، تروح المزرعه فاحتاج باور. فمن احسن انواع الباور القهوه، بلاك كافي بدون اضافات، او تاخذ الاسبريسو وضعك في سمبتيك. فروح نجي الى مقدمة بسيطة قبل ما نبدأ ندخل في موضوع الفلوج. الفلوج يا جماعة راح يمشي السيناريو حق الفلوج، راح يكون تغذية. هذا الفلوج مثلا تغذية، راح اعطيك بالضبط شو قاعد يصير، الارقام اللي راح تشوفوها، وطريقة توزيع الأكل هي لي أنا. أنت حبيت، عدوا لنا كلمة أنا، حبيت تطبقها على نفسك أو أنت حبيت تطبقيها على نفسك، مو شرط تحصل نفس النتائج. نوعية الأكل اللي راح أخذها هي اللي تناسبني، صار لي أتمرن فترة طويلة، فبالتالي لازم تكون عارف طبيعة جسمك وش الأشياء اللي تعطيك الهدف بأقل الأضرار. شخصيا من الناس اللي ما أحب موضوع أني أنوع كثير في الأكل، احب خلاص مجموعه بسيطه من المصادر الكربوهيدرات والدهون والبروتين، اي ستيك وذ ات مثل ما يقولوا، الزق فيهم وامسكهم، هذول اللي انا احبهم. هذا حتى في طريقتي مع المشتركين، دائما احاول ما انوع بشكل كبير عشان لا تشتت. فاي شيء تشوفوه، اي شيء يكون موجود، هذا اللي نمط حياتي، اللي طبيعه جسمي، الى الاكل اللي انا احبه. عموما هذا شيء. شيء ثاني، في كل فلوج راح اخذ سؤالين، اسئلتكم راح اخذ سؤالين، اما الاسئله اللي يجي عليها تصويت لايك، اذا ما في لايك على الاسئله عشان ترتفع عشان اشوفها، راح اخذ سؤالين واجاوب عنهم في الفلوج اللي بعده. فبالتالي اي واحد من السؤال اطرح لي وان شاء الله راح اجاوب عليه. عموما راح نروح للارقام، وراح نعرف كم سعراتي وكيف نوزعها على الاكل. ومثل ما قلت هذا الشيء يناسبني انا، وعدوا لكم كلمه انا، طبقت وما ضبط عندك ما هي قضيتي. فخلونا نروح ونشوف ايش قاعد يصير. الى موضوع الاكل، الاكل الاكل اهم نقطه في الفيلم الهندي اللي راح تشوفوه هذا كامل. لكن يا جماعه لازم تشوفوا في البدايه، لازم اعطيكم ملاحظه. الكميات الاكل اللي راح اقولها هذه راح تكون عاليه، وكميات السعرات هذه عاليه للشخص المبتدئ، الشخص اللي تو داخل الموضوع، فبالتالي الموضوع محتاج تعود. الشخص اللي عنده خبره في اللعبه ويلعب وصار لفتره وسنين او مع الوقت يبدا جسمه يحتاج كميات اكبر من الاكل. فبالتالي اذا سمعت هذه الكميات وما قدرت انت كشخص تاكلها، تقدر تاكل الشيء اللي تقدر عليه، لانه مع الوقت شوي شوي راح جسمك راح يحتاج اكثر وراح تاكل اكثر. فاي شخص شاف يشوف الحلقه ويسمع الارقام ويقول اوه ما شاء الله والاخر ما اقدر، لازم تعرف انك كل ما قدمت في اللعبه كل ما كنت عندك قابلية أكثر على الأكل وتحملت كميات الأكل الكبيرة. عموما كيف أحسب سعراتي ولا آخره ولا آخره ولا آخره، هذه في لينك تحت الحلقة، أنا سويت حلقة عنها تقريبا قبل سنة وشوية في بالتفصيل. اللهم إني غيرت بعض النسب البسيطة في أكلي، يعني الحلقة اللي في اللينك اللي باللينك، إنه مثلا يجي في يومك الشخص اللي بيحافظ على وزنه فياخذ 40% من أكله كربوهيدرات، 40% بروتين، و20% دهون. أنا هنا لا،
اكلي راح يجي منه 45% كربوهيدرات، راح يجي منه 30% بروتين، راح يجي منه 25% دهون. فبالتالي بس اللهم انا غيرت في نسب الاكل، ولكن مثل ما قلت اذا شفت النسب هذه كبيره تقدر تبدا شوي شوي اللي تقدر عليه. عموما شخصيا راح ابدا في هذا البرنامج 3140 سعره حراريه بعد ما سويت الحسابات وخلصت. الكربوهيدرات في اليوم عندي راح يكون 350 جرام كربوهيدرات، كربوهيدرات مو الوزن، يعني مو تحط وزن 100 جرام راح نتعلم بعدين، حط 100 جرام رز قول لها هي 100، لا 100 جرام رز تعطيك مثلا 27 جرام كربوهيدرات، كربوهيدرات الفعليه النشويات الفعليه في كل 100 جرام. عموما 350 جرام كربوهيدرات في اليوم، بروتين راح يكون 235 جرام بروتين، والدهون الصحيه راح تكون 88 او 87 ما تفرق جرام واحد من الدهون الصحيه. فبالتالي مره ثانيه هذه الكميات عاليه على الشخص المبتدئ، لكن الشخص اللي عنده خبره والشخص اللي في اللعبه من فترات عارف كلامي وعارف ان هالامور هذه سهله، وانا شخصيا انسان احب الاكل، فبالتالي موضوع اني اكل هالكميات هذه والله الحمد ما عندي مشكله، ونقول ما شاء الله تبارك الله. ونروح نشوف وش مصادر الاكل اللي راح اخذ منها حاجتي اليوميه. مصادر الاكل بما انها فتره تضخيم راح ابدا برقم واحد في التضخيم وهو الكربوهيدرات اللي هي النشويات نفسها. فالنشويات راح يكون عندي المصدر الاول راح يكون الرز، الرز الابيض، راح يكون عندي البطاطا الحلوه او العاديه، وراح يكون الشوفان، وراح يكون التوست. والتوست اللي استخدمه بالعاده هذا اللي استخدمه لوزين 100% قمح مصنوع من 100% ويت. هذا النوع ليش احبه؟ كطعم ممتاز، وقطعتين من هذا يعطيك 36 جرام كربوهيدرات، وانا تقريبا راح اكل اربعه في اليوم، فتقريبا نقول 72 جرام كربوهيدرات لكل اربعه توست من لوزين، وبعد الثنتين يعطوك 6 جرامات بروتين، فاعتبر نسبه اوكي لشخص جالس يضخم. عموما التوست بالعاده في فترات التضخيم انا من الاجسام اللي بعد التوست يطلع بسرعه يعبي ويبدا يعطي وزن، فانا شخصيا احب التوست، لكن راح اقطعه طبعا في فترات التنشيف. التوست ممكن حتى للناس المشتركين في تدريب شخصي اعطيهم التوست في اول مثلا اسبوع بعدين اقطع نهائيا. التوست في التضخيم اوكي، في التنشيف مشاكل كثيرة لأنه مصنوع من الطحين ودقيق والسمن وإلى آخره، ما ينفع بشكل كبير في فترات التنشيف خصوصا إذا أنت حاب تنشف صح، ما أنت حاب الموضوع يطول عليك. فتوست مثل ما قلت الشوفان بعد آخر شوفان هنا هذا جدا ممتاز، ممكن بعد تاخذ شوفان كويكر إذا تقدر تحصل عليه. والله دورته ما حصلته في لولو هايبر، لكن هذاك الشوفان كان طويل شويه كوكر، غير الابيض العادي اللي ينباع في علبه صغيره، لا انا اتكلم عن شيء ثاني. عموما هذا هو مصدر الكربوهيدرات، وايضا مصدر كربوهيدرات راح يكون هذا شايفين اسمه هذا واكسمايز، هذا عفوا كربوهيدرات، مصدر كربوهيدرات جدا جدا ممتاز، صار لي فتره حين استخدمه. على فكره انا بادي في التضخيم صار لي اسبوع، لكن هذا الفلوج تاخر شوي من جالس احضر فيه. فهذا وكس معي جدا ممتاز، اخذ منه السكوب الواحد فيه 35 جرام كربوهيدرات، اخذ منه سكوب ونص بعد التمرين، واخذ منه سكوب قبل التمرين عشان يعطيني باور. فبالتالي هذا احد مصادر الكربوهيدرات. فبالتالي عرفنا مصادر الكربوهيدرات اللي راح استخدمها، رز ابيض، بطاطا حلوه، بطاطا عاديه، شوفان وتوست. طبعا انا ما احب المكرونه بشكل كبير، فبالتالي ما راح ادخلها في برنامجي، ما احتاجها اصلا. وبس هذه مصدر الكربوهيدرات. نروح الى المصدر الثاني وهو المصدر الثاني في الاكل، وهو عفوا العنصر الثاني في الاكل وهو البروتينات. البروتينات راح اتكلم عن البروتينات اعوذ بالله من الشيطان. البروتينات اللي راح تجي من الاكل راح تكون مصادرها البيض، الدجاج، والسمك السلمون او التونه. هذه التونه بالعاده اخذ هذه تونه في الزيت، لكن ما في مشكله بما اني جالس اضخم ما عندي مشكله، عندي 80 جرام زيت فات في اليوم ما عندي مشكله، والتنشيف طبعا راح ابدلها باللي فيها تجي تونه بالماء، فحاليا هذا هو. اللحم راح يكون مره واحده في الاسبوع، انا شخصيا ما احب اللحم وما احسه يعني يتناسب مع جسمي،
فبالتالي راح اخليه يوم واحد في الاسبوع لحم، سواء كان ستيك او برجر او الى اخره. فهذه بفضل البروتين، اعيدها مره ثانيه: البيض اللي هو في الفطور، الدجاج، والسمك السلمون او السمك التونه، وبالاضافه انه اللحم مره واحده في الاسبوع. هذه بروتينات الاكل، بروتينات اللي تجي عن طريق المكملات، اي اللي هي البروتينات سريعه الامتصاص اللي تحتاجها يا الصباح بدري او بعد التمرين. هذا هو مثل ما انتم عارفين وزوج عن الحلقه، هذا هو مانو بيبي الايزوفليكس، جدا ممتاز بصراحه. هذا واحد من افضل البروتينات اللي استخدمتها كطعم كقيمه غذائيه. فاذا عرفنا مصادر البروتينات، مصادر الدهون ثنتينهم في بلوج واحد، في فيديو واحد. الدهون الصحيه راح تكون مكسرات، راح تكون زيت زيتون، وراح تكون زبده الفول السوداني. وينها؟ راح اخذ دهون من هنا يا جماعه، هذه زبده فول سوداني فريشلي. النوع هذا من البينت بتر مو افضل نوع موجود في السوق، مو النوع الصحي، في زيوت مهدرجه والى اخره، لكن بما اني فتره تضخيم فما عندي مشكله، طعم ممتاز فاخذ هذا النوع. الناس اللي حابه تاخذ بينت بتر يكون امن تاخذ نوع الاورجانيك او الناتشرال بينت بتر، يبيعوه بعض محلات المكملات او اونلاين مثل اي هير وغيره، يكون هذا امن شوي. هذا النوع جلسه اخذه في التضخيم، طبعا فتره التنشيف ما راح اخذه، بالعاده ما احب اخذه في فتره التنشيف، اخلي مصادر الدهون عندي في اشياء ثانيه نتعلمها ان شاء الله في اللوجات الجايه. فاذا عرفنا الحين مصدر البروتينات، مصدر الكربوهيدرات، مصدر الدهون الصحيه، راح اروح الحين نتعلم كيف ترتب الصحن، كيف توزن اكلك عشان ترتب وجباتك بالشكل المناسب. في هذا اللوج ما راح يكون في شغل كثير، راح احاول اخلص لكم الموضوع بسرعه. باللوجات الثانيه ان شاء الله راح نشوف الوجبه، راح اطبق الوجبه وكم فيها بروتين، كم فيها كربوهيدرات، كم فيها دهون صحيه، عشان تتابعوا البلوجات وتحاولوا تنشروها. نروح ونشوف كيف توزن اكلك. وطبعا قبل ما تبدا تقيس الاكل تحتاج شيء للقياس، تحتاج ميزان الاكل. هذا هو ميزان الاكل، شوفوا شكله كيف الكتروني، تضغط عليه يطلع لك الارقام من الصفر، تختار تعدلها الجرامات او الاونسز او الاخره على حسب كل دوله والوزن. بعد ما يكون عندك هذا الجهاز، هذا جهاز مهم، يعني لا تقول لي ما راح اقدر اوزن اكلي او ما اعرف. الامر الثاني هو انك تمشي بطريقه التخمين، تحط ملعقه اثنتين ثلاث اربع وتشوف. طبعا الطريقه ما راح تنجح الا اذا كان سانت عندك خبره ودقيق وتوزن الامور صح، لكن عشان تسهل على الامر وتخلي الموضوع يمشي بشكل علمي تحتاج ميزان الاكل. تقريبا تعرف اي محل يبيع اواني مطبخيه او حتى في السوبر ماركتات الكبيره تلاقيه موجود 30 40 تقريبا ريال، 50 الحين مع زياده الاسعار ممكن يكون سعره. هذا جدا مهم، راح يفيدك بشكل كبير ومن غيره راح تضيع. فخلونا نروح نشوف كيف نحط الاكل على هذا الميزان وعلى بركه الله. مثل ما في الصوره شايفين الرز مطبوخ وجاهز. بالعاده دائما اذا احترت الرز يفضل يكون بعد الطبخ، لانه قبل الطبخ وزنه يكون ثقيل. تاخذ الرز، تشغل الجهاز، تحط شوف وزن حاليا، الوزن 30 جرام، الوزن العلبه بس. تحط الرز، تشيل الرز، شوف تعبي وشوف وصلنا 72 جرام، راح نوصل الى 130 جرام. الرز فعليا وزنه 100 جرام كربوهيدرات، 30 طبعا هو وزن علبه عشان لا يخبط مخك. اوكي، نروح الى وزن الشوفان نفس الطريقه، ما راح تختلف. الشوفان نفس الشيء، هذا الشوفان، حط العلبه يصير 30، ابدا حط الشوفان الى ان تصل للحد اللي انت حاب تاخذه. هنا راح ناخذ 50 جرام شوفان، لكن الرقم اللي تاخذه راح يكون 80، 80 ناقص 30 اللي هو وزن العلبه راح يعطينا 50 جرام من الشوفان. هذه الطريقه اللي توزن فيها الاكل، تقدر تستخدمها مع الدجاج، تستخدمها مع اللحم، مع السمك. هذه افضل واسهل طريقه لوزن الاكل للناس اللي ما تعرف وش الطبخه. نحن خلصنا البلوج رقم واحد، خليته بسيط قدر المستطاع. الناس اللي حابه تدخل او حابه تدخل فترات تضخيم، طبعا الحسابات والارقام هذه كلها لي شخصيا، ففي عده طرق للحسابات، منها كتله الجسم الصافيه، ومنها تاخذ 2 جرام من بروتين لوزنك والى اخره. لكن هذه الطريقه هذه اللي استخدمتها في هذا البلوج هي الطريقه اللي انا ارتاح بيها، وهي اللي تناسبني، وهي اللي تعطيني نتائج، لانه في الاول والاخير هذا البلوج لي انا مو لاحد ثاني.
فيعطيكم الف عافيه، مشكورين على الدعم والمحبه والاشتراكات. واذا عجبكم المقطع لا تنسوا سووا لايك، اشتراك في القناه، وتنشروا الحلقات. الفلوق الثاني ان شاء الله راح يكون عن ترتيب الوجبه، راح يكون عن التمارين، راح يكون عن اشياء ثانيه. ما حبيت احط كل شيء في فلوق واحد، لازم تتابع الفلوقات عشان تعرف ايش قاعد يصير. اسئلتكم حطوها تحت الفيديو، مثل ما قلت راح اختار سؤالين اجاوب عنهم في الحلقه الجايه، او ممكن اذا عندك سؤال ما تحب احد يشوفه تعالي على حسابي في الانستغرام مو فتنس 1130. وبهذه هي النهايه، احب اقول لكم السلام.